لايك. انا بص هدخل على طول وانا تمام. اتعودت منك الصراحه. طب تمام، اخبار بقالين التموين ايه؟ عشان ده اللي المواطن بيتعامل معاه. هو بالنسبه للسلع، السلع كويسه دلوقتي، متوفره كميات مفيش كويسه. حاجه فيها نقص لا مفيش حاجه فيها نقص خالص. لا مفيش اي سلع ناقصه. والرز الحمد لله في 50,000 طن وصل الوزاره، انا ما وصدر بقتش بسمع الشكوى كويسه. بتاعه الرز ان هو النوع ساعات بيبقى مش عاجب الناس شويه، الستات لا البيوت لا بيعترضوا على الكلام ده كان التسويه. من زمان يعني. الرز اللي موجود اليومين دول ما سمعناش منه مشاكل. هو الرز لسه في صدد النزول، في 50,000 طن ان شاء الله في صدد نزولهم للوزارة، وفي 25,000 طن بيتوردوا، فالدنيا هتبقى كويسة ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبة للرز ان شاء الله، فبنوعد بقى ان التموين 10 ايام ولا رز ان شاء الله موجود على ارض الواقع يعني 10 ايام ان شاء بالظبط الله. مش اكتر من كده. والمكرونة نازلة برضو كويسة، يعني ابتدت اللي تحل هيروح نزولها. او اللي راح امبارح يوم واحد ويوم اتنين وما لقاش رز، الرز ان شاء الله 10 ايام وتلاقيه نازل في صدد ان شاء الله، في 50,000 طن اتحطوا خلاص، نزلوا تبع المصرية والعامة ان شاء الله. ان شاء الله وكلهم هيبقوا توزعوا بقى. كلهم بيتوزعوا ان شاء الله. طب واخبار الزيت ايه؟ الزيت كويس جدا، ممتاز، نازل بانواع واربع جودات كويسين، وكلهم بيبقوا منافسين، شركات منافسة لبعضها يعني. وانا بختار نوع الزيت والسكر اللي يعجبني. والسكر متوفر. هي المنظومه كلها انت كلها اختياريه، ما انا عارفه ده من زمان، لكن وده انا احيانا بتكلم قيمه الفرد موجوده يعني، لكن هو بيختار من كذا سلعه بقى. الاربع. لكن الزيت فيه اربع انواع. السكر برضو فيه كذا نوع ولا هو نوع واحد؟ لا هو نوع واحد سكر، نوع واحد السكر، كله درجه واحده، كله درجه واحده، ما فيش فيه تفاوت في الدرجات ولا حاجه. لا لا هو سعر واحد ودرجه واحده. طيب المكرونه، المكرونه نازله برضو 5 انواع او 10 انواع برضو كويسين ما شاء الله، نازله على جميع المحافظات يعني. بالنسبه للشركات، عشان في بالنسبه للشركات ما بتقدرش تكفي مثلا محافظه واحده او محافظتين ثلاثه، فبتبتدي الشركات كلها. بس هو صاحب اكتر على ال عشان المكرونه كانت لسه سلعه مكمله، لسه موجوده من اول الشهر اللي فات ده، دلوقتي لانه فالسحب بقى عليها في سحب دلوقتي. عالي على المكرونه، فابتديتوا تزودوا حصص المكرونه. هي حصص المكرونه زايده مع الزيت، مع الزيت والسكر والرز ان شاء الله في صدد نزوله، فكان بيعمل سلعه مكمله زي المكرونه مثلا معاه. دلوقتي المكرونه بتتسحب، مش تمام. سلعه مش سلعه مكمله. لا بتتسحب طبعا، عليها سحب. فبقى عليها سحب كتير. طبعا. وفي حضرتك قلت 5 وهتوصل في جديد ل10. ان شاء الله 10 انواع من المكرونه. تمام. طيب الفرد زي ما هو ليه فلوسه ويختار زي ما هو عايز. تمام. الفلوس بتاعته. انتوا بقى توريداتكم كبقالين تموين تاخدوا حصصكم دلوقتي بانتظام، التوزيع ماشي كويس على الحصص كل بتنزل المحافظات، ومفيش نقص في السلع، ما عندكش مشاكل؟ لا لا، وده الحمد لله، دي حاجه كويسه جدا. ولما اقول لحضرتك ان الرز نازل برضو بكثافه عاليه، فده هينزل سلعه هيبقى الرابعه مثلا زي المكرونه والزيت، فده يخف الضغط عن السكر والزيت والمكرونه، فتبص تلاقي السلع بقت احسن او مكمله لدرجه كويسه جدا. طب في ناس بتقولك انا بروح لبقالي تموين واقول ان انا هاخد بحصتي مثلا كلها زيت او كلها سكر، هو ما بيرضاش. لا هي القصه ما بتمشيش كده، بتمشي توافقيه. ما هو افرض انا هيقول لك لا اصل انا مش محتاج للمكرونه، اصل انا مش محتاج مثلا. ما هو بيخش يختار بالفعل. ما انا عارف انه بيخش يختار، بس يقول لك مثلا انا عايز اخد بالحصه بتاعتي كلها زيت كلها سكر. ما هي متوفره. طيب ما هو هو هنا انت عندك العدد، لو انا كمواطن غيرت في الطريقه اللي انا باخد بيها الحصه بتاعتي. هو انت ما عندكش عجز في سلعه معينه عشان تقول ما فيش. هو بالفعل تاجر التموين بيصرف كل ما اللي عايزه المواطن بيصرفه، ما فيش مشكله عنده. كويس. انه كده كده الحصص بياخدها برضو اختياري برضو من المخازن.